نتكلم دلوقتي عن الـ coefficient of variation. الرول بتاعته سهلة قوي زي ما انتوا شايفينها. standard deviation divided by the mean times 100. يعني لو استخدمنا الداتا بتاعت الـ previous example اللي حسبنا فيه الـ variance والـ standard deviation، الـ standard deviation كان 33.03 والـ x bar أو الـ mean كان بـ 30. طيب دي الحاجات اللي أنا محتاجة لها بس عشان أحسب الـ coefficient of variation. هقسم الـ standard deviation قيمته على قيمة الـ mean times 100. لازم أضرب times 100 لأنه دايما بيبقى percentage، بيطلع مثلا الـ value أهي طلعت 110.1%، وفي ضرورة جديدة إنك تكتب علامة الـ percentage، وهو طريقة لمقارنة الـ variability ما بين عينتين أو مجتمعين. يعني عشان تبقى عارف بقارن بحسب الـ coefficient of variation في أول فصل مثلا وفي الفصل الثاني، كل ما قيمته أو الـ percentage تكون أكبر يبقى ده معناه إن الـ variability أكبر في الفصل ده.